اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نصل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العربيه والعراقيه والعالميه، ونبدا هذه الجوله باهم العناوين. منع ناشطين من محافظه بابل من دخول الانبار للتظاهر وشكوك في الدوافع. نطالع في الزمان الكاظمي يشكل خليه امنيه لتوفير الحمايه لابراج الكهرباء في العراق. وجاء في الاتحاد الإماراتي أربيل اتفاق مع بغداد على آلية لسد الفراغ الأمني. نتصفح وإياكم في البيان الإماراتي. الوقود يفاقم أزمات لبنان، ودياب يرفض دعوة من عون لاجتماع استثنائي. نطالع في العرب الجديد، سوريا عودة التوتر من جديد إلى درعا بعد لقاء لجنة التفاوض بوفد روسي. ونتصفح في الخليج الإماراتية، مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والمصلين في الحرم الإبراهيمي. جاء في القدس العربي، حركة طالبان على مشارف كابول ودول غربية تجلي دبلوماسيها ومواطنيها. أهلا بكم. كان الشيخ ضار المحمود أحد أبرز فرسان ثورة العشرين وحامل مشعلها والمحرضة على استمرار سعيرها ومقاومتها الباسلة دفاعا عن العراق ووحدته وشعبه. يقول أحمد صبري في صحيفة الميثاق الوطني إن الشيخ ضار المحمود تحول بفعل دوره الوطني إلى عنوان لمواجهة المحتل من خلال استهدافه لأحد رموز الاحتلال البريطاني الجنرال لاجمان بعملية جسورة بطولية عندما أرداه قتيلا جراء تماديه وقسوته على عشائر العراق والمقاومين بين صفوفها. عندما نستحضر بفخر واعتزاز الفعل البطولي الذي سطره أحد أبرز قادة ثورة العشرين الشيخ ضار المحمود وما تركه هذا الفعل الجسور ضد رمز استعماري على مسار الأحداث، نستطيع القول إن ما بين الفعل الوطني الرافض للمحتل وبين مجرم جاء محتلا وغاصبا وناهبا للبلاد ليتشمان مسافة وتاريخ خلد دور وبطولة شيخ نذر نفسه لخدمة العراق وتحريره من قبضة المحتل. في سجل التاريخ لرمز المحتل الهزيمة والانكسار يجر أذيال الخيبة والذل على مر التاريخ. وعندما نستعرض هذا التاريخ المشرق لبطولات العراقيين، فمن حق قبيلة زوبع أن تفخر وتعتز بفارسها وشيخها المجاهد ضار المحمود الذي تحول إلى راية عالية لكل المقاومين ليستظلوا بخيمتها وينهلوا من معانيها ودلالاتها في الفعل المتمسك بالإرادة والحقوق مهما اشتدت التحديات وغلت التضحيات. وبقدر اعتزازنا بدور المجاهد ضار المحمود، فإننا بذات القدر والاعتزاز نتوقف عند حامل الراية من بعده المرحوم المجاهد الشيخ حارث الضاري الذي سار على ذات النهج في مقاومة المحتل الأمريكي ومشروعه التدميري للعراق. إن المبادئ والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها الشيخ ضاري المحمود وأفنى عمره من أجل تحقيقها بقيت نبراسا وعونا للذين حملوا الراية من بعده ويسيرون على نهجه. ويختتم الكاتب بالقول إن ما بين الضاري وليجمان مسافة بين موقفين، الأول تجلى بفعل بطولي شجاع رافض للهيمنة والذل، والثاني حاول عبثا وقف سعير المقاومة فاحترق بنيرانها. عن حقوق الإنسان في العراق والتواطؤ الجماعي كتب يحيى الكبيسي مقالا في صحيفة القدس العربي، قال فيه إنه ليس جديدا ما نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أن الجيش العراقي أرغم 91 عائلة من قرية العيثة في محافظة صلاح الدين على الانتقال إلى مخيم للنازحين في محافظة نينوى، لكن الجديد أن هذا النزوح القسري الجديد لم يكن سوى نزوة كما سماها التقرير
لوزير في الحكومة العراقية وأنه يتعلق بنزاع عائلي. خلال السنوات الماضية كانت المنظمات الدولية تنشر تقاريرها التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وطوال هذه السنوات كان ثمة تواطؤ دولي رسمي على السكوت عن هذه الانتهاكات، بل وصل الأمر في منظمات الأمم المتحدة نفسها إلى أن تكون طرفاً في هذا التواطؤ الجماعي. بعيداً عن المنظمات الدولية، ظلت حالة الإنكار المنهجي هي الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها الدولة العراقية بكامل سلطاتها ومؤسساتها، وليس الحكومة وحدها، مع الجرائم الموثقة التي ارتكبت في سياق الحرب على داعش. مع ما يترتب على حالة الإنكار المنهجي هذه من تواطؤ مع مرتكبي هذه الجرائم عبر الحصانة التي توفرها لهم الدولة للإفلات من العقاب، وقد تحول هذا الإنكار إلى محاولة طمس معلم الجريمة نفسها لمجرد أن عبارة الاختفاء القسري تحمل اتهاما ضمنيا للقوات الرسمية بارتكاب هذه الجرائم. وإذا كان الإنكار المنهجي المستخدم مع حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الجرائم قابلا للتسويق، فإن جرائم أخرى من بينها النقل القسري للسكان أو منعهم من العودة إلى ديارهم يصعب تسويقها بسبب استمرار وقائعها على الأرض. ومع هذا ثمة تغافل دولي غير مسبوق فيما يخص هذا الموضوع في مقابل تسويق رسمي تمارسه الدولة العراقية لفرض الأمر الواقع. الكاتب يضيف أنه حين يطالب موظف بمنصب مدير في الدولة العراقية باعتماد انموذج التغيير الديموغرافي الذي تم اعتماده في جرف الصخر في منطقة الطارمية شمالي بغداد، وينظر لمفهوم المناطق منزوعة السكان دون أن يفكر أحد في الدولة العراقية في مساءلته حول هذا التحريض العلني على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فلنا أن نتخيل الهوة التي لا قرار لها التي تجذب حقوق الإنسان إليها في العراق. قالت مجلة فوريون أفيرز الأمريكية أن الولايات المتحدة فشلت في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب ودفعت ثمنا باهظا في العراق وكذلك في أفغانستان. وأشارت المجلة إلى أن التجربة الأمريكية في العراق ضاعفت من مشاكل البلاد بدلا من إرساء الديمقراطية فيها. المجلة أشارت إلى أن الولايات المتحدة تركت العراق فريسة لمطامع الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، فضلا عن ترك نظام سياسي مبني على المحاصصة والطائفية. وأضافت المجلة أن واشنطن ساعدت السياسيين في العراق على الفساد وسمحت لشركاتها بعقد صفقات مع الحكومات العراقية المتعاقبة لم يكن الهدف منها سوى الربح التجاري وليس توفير الخدمات للعراقيين. وأشارت المجلة إلى أن إدارة بايدن تحاول حاليا الابتعاد عن المشهد العراقي والتوصل إلى تسوية مع إيران التي أوعزت لأذرعها المسلحة وقف الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على المصالح الأمريكية منذ إعلان التوصل إلى اتفاق استراتيجي يقضي بتحويل مهمة القوات الأمريكية في العراق إلى استشارية. واعتبرت المجلة أنه لا يمكن إنكار التحول في واشنطن إذ لم يعد الشرق الأوسط أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تراجع واشنطن من المنطقة يتمثل بخروج القوات من أفغانستان وتخفيض الالتزامات العسكرية الأمريكية في العراق والأردن والكويت والسعودية. وأشارت المجلة إلى أن هذا التحول الأمريكي في المنطقة يجلب مخاطر خاصة، موضحة على سبيل المثال أن رحيل الولايات المتحدة المتسرعة من العراق في العام 2011 مهد الطريق أمام صعود تنظيم داعش وتوسيع نفوذ إيران إقليمياً. هذا ورأت فوريون أفيرز في ختام تقريرها أنه من أجل تجنب حدوث ضرر مشابه هذه المرة فإن على واشنطن أن تجد طريقة للجمع بين التخفيض في الالتزامات العسكرية وبين مكاسب الاستقرار الإقليمي. ونتصفح في صحيفة نيويورك تايمز حيث جاء فيها إن حلفاء الولايات المتحدة قد يتفهمون رغبة واشنطن في التخلي عن مشروعها الفاشل في أفغانستان، ولكن الانسحاب يزيد من الشعور بأن دعم أمريكا لم يعد بلا حدود.
حذرت الصحيفة في مقال للكاتب ستيفن إيرلانجر من أن تفكك أفغانستان قد يشكل ضربة أخرى لمصداقية واشنطن. الكاتب يرى أن الانهيار السريع لأفغانستان يثير بالفعل التذمر بشأن المصداقية الأمريكية، مما يضاعف من جراح سنوات ترامب ويعزز فكرة أن دعم أمريكا لحلفائها ليس بلا حدود، مشيرا إلى أن تقدم طالبان الخاطفة جاء في وقت كان يأمل فيه الكثيرون في أوروبا وآسيا في أن يعيد الرئيس جو بايدن ترسيخ الوجود الأمريكي في الشؤون الدولية، خاصة وأن الصين وروسيا تتجهان إلى توسيع نفوذهما، ومن المحتم أن يثير تراجع أمريكا الشكوك. ونقل الكاتب عن فرانسوا هايسبورغ المحلل الفرنسي لشؤون الدفاع قوله ساخرا: عندما يقول بايدن إن أمريكا عادت سيقول الناس نعم عادت إلى الوطن، مضيفا أن فكرة أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا ستترسخ الآن بسبب أفغانستان. وأشار الكاتب إلى أن فكرة الانسحاب الأمريكي من الاشتباكات العسكرية بدأت منذ الرئيس الأسبق باراك أوباما وفي ظل حكم ترامب، وأضاف أن حلفاء أمريكا سوف يتساءلون بعد الانسحاب المفاجئ من أفغانستان بعد 20 عاما من الاستثمار في الأرواح والجهود عما إذا كان عليهم الاختيار بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، وإدراك أن بعض الديمقراطيات لم يعد لديها قوة البقاء بعد الآن. الكاتب يرى أن أفغانستان لم تكن أبدا مصلحة حيوية بشكل خاص لأوروبا، حيث ذهب الناتو هناك قبل 20 عاما لإظهار التضامن مع الولايات المتحدة بعد 11 من سبتمبر، ولكن الانهيار المفاجئ في أفغانستان هو تذكير آخر بما يمكن أن يحدث عندما سمحت أوروبا للأمريكيين باتخاذ القرار في أفغانستان من دون التشاور مع حلف الناتو. الكاتب يرى في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي للكاتب روبرت ساتلوف، قال فيه أن عدم الرد على هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية الذي استهدف ناقلة النفط مرسر ستريت في المياه الدولية قبالة سواحل عمان قد يعرقل التقدم نحو اتفاق نووي. وأشارت المجلة إلى أنه من الواضح أن أمريكا لم تكن هدفا مباشرا للهجوم الإيراني، لكن واشنطن هي الضامن النهائي لحرية الملاحة في محيطات العالم، وهي مصلحة أمريكية حيوية. في ذات الوقت يعتبر الهجوم على السفينة جزءا من حملات المساحة الرمادية الأوسع التي تشنها إيران في ساحات متعددة مع أمريكا ومع إسرائيل، وأحيانا مع الاثنتين في آن واحد. وسيكون من غير الحكمة فصل الهجوم على السفينة أو حملة المساحة الرمادية على المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا وقوى أخرى حول إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. لا شك أن هناك نقاشا جاريا في واشنطن حول هذه الروابط وكيف سيؤثر أي رد على الهجوم على محادثات فيينا، ويعكس قرار أمريكا تحديد إيران باعتبارها الجاني في 1 أغسطس والوعد على حد تعبير وزير خارجية الأمريكية أنتوني بلينكن برد مناسب، مرحلة مهمة في الجدل حول كيفية تصرف واشنطن. وإذا كانت واشنطن ملتزمة بإحياء الاتفاق النووي، فإن المسار التكتيكي يمر عبر رد فعال على هجوم ميرسر ستريت. ومع ذلك من المؤكد أن بعض كبار المسؤولين يقدرون أن توجيه أصابع الاتهام لإيران علنا باعتبارها الجاني في هجوم الشحن لا يؤدي إلا إلى زيادة التوقعات برد أمريكي أكثر وزناً، وهم يدركون أنه إن لم يقابل الهجوم المميت على السفن المدنية برد قوي فإن أمريكا ستفقد قوة الردع. الكاتب يرى أنه من المرجح أن تنظر إيران إلى تقاعس أمريكا عن الرد على الهجمات الإيرانية على أنه دعوة لمزيد من الاختبارات، مما يزيد من احتمالية وقوع هجمات أكثر فتكاً من تلك التي وقعت ضد مرسر ستريت، ويزيد من عرقلة إمكانات الدبلوماسية. يوم الأربعاء الماضي قرر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات، وهو قرار كان متوقعاً في أي لحظة
إلا أن من عين السلامة في منصبه ومن استفاد من الفوائد العالية من المصرف تبرأ من الحاكم ومن القرار، معلناً عن صدمته من قرار رفع الدعم. بيار عقيقي يقول في صحيفة العربي الجديد إن السياسيين في لبنان كانوا يعلمون جيداً أن رفع الدعم آت لا محالة، طالما أن لا حل في الأفق، لكنهم يعتمدون على قدرة مناصريهم على إيجاد حالة من العداء والانقسام في البلاد. لا يريد أحد عملياً تحمل كلفة رفع الدعم، بل الجميع يسعى إلى التضحية بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كبشاً وحيداً في المعركة، من دون الإجابة عن أسئلة عدة، مثل أين ودائع الناس؟ من يسترد الأموال المنهوبة؟ من يضمن عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي؟ ألم يكن الأجدى مداغمة مستودعات البنزين والدواء والغذاء التي ينتظر أصحابها ساعة الصفر قبل ضخها إلى السوق بأسعار صرف مرعبة؟ ألم يكن الأفضل لو تم توقيف التغريب إلى سوريا ومحاربة المهربين المنتشرين على امتداد الحدود بين البلدين؟ لا تريد مثل هذه السلطة والنظام المواجهة الفعلية مع أي من مسببات الأزمة وإفرازاتها، بل قررت تبرئة نفسها على حساب سلامة في سعيها إلى إعادة إنتاج نفسها عشية انتخابات نيابية مقررة مبدئيا في الربيع المقبل. وما ينطبق على الموضوع الاقتصادي ينطبق أيضا على ملف انفجار مرفأ بيروت. لا أحد يريد الوثوق بتحقيق قضائي لمعرفة خلفيات الانفجار. يعتبر كل من يتهم القاضي طارق بيطار بتسييس الملف وفي مقدمتهم حزب الله أن القاضي يتصرف بطريقة موجهة، وإذا كان هذا الافتراض صحيحا فإنه يمكن اتخاذ أي مسار قانوني قضائي بعد صدور القرار الظني يناقض ما يكون قد توصل إليه القاضي وتنتهي القضية هنا. وبحسب الكاتب فإن ما يجري في لبنان سيكون مرحلة انتقالية مكلفة ومعمدة بالدماء والدموع. هذه ليست تكهنات أو توقعات، بل مسار طبيعي حدث مثله تاريخيا في عشرات الأمم، وكان ظاهرا أنه سيصل إلى لبنان بسبب كل التراكمات السابقة، فالنهاية شبه معروفة لدى الجميع، والجميع يكابر، وهذا بديهي جدا، لكنه المنعطف الأخير في السياق التاريخي في البلاد. وفي خبرنا لهذا اليوم، أرسلت أول مجموعة أرسلت من الغسالات اليدوية التي صنعها طالب شاب في بريطانيا بغرض مساعدة الفقراء في شحنة تضم 30 غسالة إلى معسكر للاجئين في شمالي العراق. وبدأ نافجوت سواهني مشروع الغسالات هذا التي تعمل بذراع يدوي في عام 2018 بعدما استلهم الفكرة من آلة خلط السلطات المنزلية، وساهمت عدة شركات كذلك لاحقا بشكل مجاني في دعم تطوير الفكرة وابتكار الغسالة اليدوية قليلة الكلفة التصنيعية والتشغيلية. وقال سواهني إنه سوف يسافر إلى العراق بداية الشهر المقبل للمساهمة في توزيع شحنة الغسالات على مستحقيها. وأكد سواهني مدى فخره بما أنجزه، مضيفا أن ما يصل إلى 70% من سكان العالم لا يمكنهم استخدام الغسالات الكهربائية، وبالشراكة مع مؤسسة كير الدولية يأمل سواهني في إنتاج 7500 غسالة يدوية للفقراء الأكثر احتياجاً لها في 10 دول بينها لبنان وكينيا والهند خلال السنوات الثلاث المقبلة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.